أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة من روابط أخوية متينة والتي تشهد عليها العديد من المحطات المهمة والتي عكست الحرص المتبادل على تعزيز التعاون البناء إيمانا منها بوحدة المصير المشترك، مشيرا سموه إلى أن الموقف الداعم للأشقاء لتعزيز استقرار المالية العامة في مملكة البحرين هو تجسيد لما وصلت إليه العلاقات من تميز ورسوخ. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية، معالي السيد محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، ومعالي السيد عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور نايف بن فلاح العجرف وزير المالية بدولة الكويت، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، حيث أشاد سموه بمواقف الدول الشقيقة لدعم وتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي بمملكة البحرين.